احنا بدراج من سامرة. ايه. عشان بدراج بسامرة. ايه اما. الراس. عشان بدراج اللي كل العراق اللي هي من العمارة ومدينة الصدير وكل اللي يعني أيه. والرمادي قالوا لا. احنا ينزل اسمه ابو بكر الدراجي، هذا فخر العشيرة. بس احنا كنا نعرف ابو بكر السامراء. اي اهل سامراء قالوا لا ينزل ابو بكر السامراء. سامراين انا فخر للمدينه. اخر شيء سجلنا اسمه ابو بكر عباس ياسين حسين الدراجي السامرائي رضاء لكل الاطراف. لا الاطراف يعني هذا الموقف كان يعني من لا ينسى من الناس كلهم تريد ينسبوهم الى العراقي يبقى العراقي.